ولدت في الحرب وعاشت في الحرب يعني. والله يعني نحن شيء من 3 سنوات لحتى انه شفنا هالشيء يعني، بس من حسب الظروف وهالوضع هذا يعني، وضع الحرب ووضع يعني ما قدرنا ناخذها لهالوقت هذا انه ناخذها على المشفى يعني. اروح على المدرسه ما ربط اجت تجاني، لما ابروك اجت تجاني. هي كانت شخصيتها قوية، بس وقت صارت معها هالشيء ضعف شخصيتها. وهلق إن شاء الله إنه بعد هالعملية إن شاء الله بترجع مثل ما كانت وعلى أحسن إن شاء الله. لما عملوا العملية كنت ما أنا خايفة مش اللي يروح الوجع مني. فرحة كتير وزرجعون كتير مش ما أخذوا العملية. يعني لو تقدم العملية مش أروح المدرسة يلعب. يعني كانت أجري تجاني حلق لما عملوا العملية بطلت تجاني. بشكرهم كتير على تعمل العملية. هي أنا بتمنى يعني إنه إن شاء الله شيء منيح يعني في حياتها. نضل بقلة إن شاء الله إنه بدنا نرجع للبيت، يعني بضل بشجعها بضل بعطيها معنويات.